هلا اذا نرجع لهاي البيسك البيسك بيلدينج بلوك راح نسميها ال من هون وال من هون. هذا الطول بحد ذاته ما بيهمني، بس بيهمني هذا الراديوس. فهذا الراديوس راح اسميه ار، وراح اسمي الماجنتيك فلكس دنسيتي اللي تكونت ب، راح يكون فيها قيمه معينه، بس قيمتها هون راح تكون بي. وبعدين هلا نفترض انه احنا بدينا بدنا نشتغل، خلينا نبدا نشتغل كموتور من هون، فراح افترض انه ماشي عندي كرنت اي، ولاحظوا اي اتجاهه معكوس مش هيك؟ لازم يكون معكوس في التنين هذول، فلازم يروح في اتجاه ويرجع في اتجاه ثاني، وهذا على فكره جيد، لانه هذا الكوندكتر تحت مين جاي؟ تحت اتجاه، وهذا تحت اتجاه بنفس الاتجاه، بس بدي التورك اللي هون يتولد شو يكون بالنسبه لهذا؟ عكسه. هذا طبعا بيساعدني عكس اتجاه التيار. الفلكس نفس الاتجاه، هاي الموتور اكشن، وين الموتور اكشن؟ اي ايد بنستعمل؟ وعندي الماجنتيك فلكس دنسيتي هي بهذا الاتجاه. هلا واحد منهم راح يمشي الكرنت في داخل الصفحه. وين راح يكون اتجاه الفورس؟ طالع، اوكي؟ واذا بدنا نكون دقيقين هو تانجنشال للدائره. مش قلنا الفلكس عمودي على الدائره، فراح يكون هذا تانجنشال على الدائره، وهون راح يصير هيك، وهون هيك، وهون هيك، وهون هيك. طب لما نيجي على الجهه الثانيه ايش راح يضل؟ راح يضل الفلكس هيك، ايش راح ينعكس عندي؟ تيار جاي عليكم. فراح يصير عندي الفورس، هي الفلكس هيك، تيار هيك جاي، ايش راح يصير الفورس؟ فهذا الفورس راح تكون عليه بهذا الاتجاه F1، وهذا الفورس راح تكون عليه F2. قديش المسافة بينهم؟ 2R، مش هيك؟ فصار عندي كابل وعبارة عن F أو 2FR إذا بدك تسميها. أوكي؟ مضبوط؟ صار عندي كابل من هون، وإذا كان عندي أسلاك ثانية راح تكون عليهم كمان، كلهم راح يجمعوا مع بعض. هذه ميزة مهمة، لأنه أنا صرت ما بركز هلا كل شغلي بسلك واحد، بوزع الفورس كلها بتتجمع من كل الاسلاك هذول، هذول وين عمالهم بيشتغلوا؟ عمالهم بيشتغلوا على الروتر، فبلف الروتر فبتكون عندي تورك اذا كان هذا محرك. طيب خلينا نرجع للقانون الاساسي الان، بدنا نقول هلا راح اخذ الموتور بالاول، ماخذ الجنريتر بالاول، خلينا ناخذ الموتور وبعدين نرجع للجنريتر. فراح يكون عندي هلا اف بير واير، ايش راح يتناسب؟ قبل ما نذكر القانون، بده يتناسب مع ايش؟ الفورس اللي بدها تتكون على واير، مع التيار، مع بي، ومع ال. مش هيك مضبوط؟ فراح يكون عندي هذا بيساوي اي، هذا سكيلر مش فيكتور، بس كانه زي سكيلينج فاكتور، وعندي هون ال في بي حسب الكونفنشن اللي احنا اخذنا. انا عارف في طلاب قالوا لي احنا اخذنا كونفنشن مختلف او شيء، ما فيش مشكله، اذا انت عارف هذا اشتغل عليه. انا اخذت نفس كونفنشن كتاب شاب. فعندي ال في بي، هلا هون لحسن الحظ الزوايا كلها قائمة مزبوط؟ بين ال وبي، هي بي وهي ال داخل بالصفحة من هون، فرح تكون عندي اف، والحلو انه اف تانجنشال طول الوقت رح يكون، كانت مشكلة لو اف مش تانجنشال مزبوط؟ ار بتبطل كونستنت، بس اف تانجنشال في كل المناطق هذه موجودة هون، فصار عندي اف كماجنتيود يساوي اي في ال في بي كماجنتيود من هون. هلا عندي صار اف لللوب، رح يصير عندنا اثنين مضبوط؟ او هنا لازم اخذ تورك الصحيح. خليني اخذ تورك اذا هون. ناخذ تورك، التورك لللوب رح يكون اف في ار زائد اف في ار، فرح تصير اثنين اف اللي هي هاي وهي اي ال بي. هذه جاي من لوب وحده. هلا احنا بدنا نحاول بشكل عام نقول التورك على ايش بيعتمد، بدي افرجيكم انه التورك بشكل عام بقدر اقول لاي ماشين، لاي دي سي ماشين، بتناسب مع الكرنت، بتناسب مع الفلكس اللي موجود، ومضروب الكونستنت. الكونستنت هذا بيعتمد على الدايمنشنز تبعت الماشين. شو الدايمنشنز تبعت الماشين؟ عدد الاسلاك، الراديوس اللي موجود هون، والال اللي الطول تبع الماشين هاي. وراح تلاقوا في ماشينز مرات بتكون طويله اطول من غيرها، وفي ماشينز بتكون اقصر من غيرها، في ماشينز بتكون لها راديوس صغير، وفي ماشينز لها راديوس كبير. ها، في ماشينز حتى اخر شيء صارت تطلع زي حبات القطايف بتطلع، اوكي، طولها قليل والراديوس تبعها كبير. هذا كله بيعتمد على الكونستراكشن ليش بنعمل هيك. فخلينا نشوف كيف بدنا نعمل هاي. رح نرسم البول فيس. انا بعرف شو رسمته منيح هون، بس يعني هي هذا كانه هي البول فيس اللي بتطلع عليه من هون. اه، هلا في عندي انا توتال فاي، لو بدي الاقي انا الفلكس دنسيتي هون بدي الاقي هاي الاريا مضبوط. هاي الاريا هي عباره عن الاريا تبعت كانه عندي زي سلندر ونص سطح السلندر مضبوط. فعندي هون ال
وهاي هون عبارة عن دائرة جاي دائرة الريديس تبعها R وأنا بدي بس هذا الطول مش هيك؟ مش لو ضربت هذا الطول اللي هو نص الدائرة في L بعطيني الاريا هاي مزبوط؟ لاحظوا فاي ما بتنقسم على البروجكشن تبع الاريا اوكي واضح فاهمين؟ ما بتنقسم على البروجكشن تبع الاريا بتنقسم على الاريا نفسها الاريا مش جاي هيك جاي هيك الاريا مزبوط؟ فلازم الاقي كل الاريا قديش الاريا هاي؟ هاي راح تكون كل هاي 2 باي ار فراح تكون هذه باي ار اذا اي بتساوي باي ار في ال مزبوط؟ صار عندي هلا هذه راح احطها بشكل مناسب فراح اقول تاو لللوب بتساوي راح تضل هذه اثنين وهاي راح تضلها اي هلا عندي راح احط ال ار ايش ناقصني حتى تصير هذه ايه؟ باي طيب راح اضرب في باي وراح اقسم على باي واضرب في ال باي ال ار ايش هي؟ ايه طب و اي بي ايش هي؟ فاي فهاي بتساوي 2 على باي في اي في فاي هذا قانون مهم لانه هذا القانون شو بقول لي؟ بقول انه تاو اللي بتعطيني اياها اللوب طبعا بدي اضرب بعدد الكوندكترز بعدين وهاي بس بشكل عام تاو اللي بعطيني اياها محرك دي سي موتور بتتناسب مع الكرنت بتتناسب مع فاي كل ما زدت فاي التوتال فاي كل ما زدت الكرنت اوكي شيء بيعتمد على الكونستراكشن تبعت واذا بتطلعوا اظن انه هاي بتطلع دايمنشنلس 2 على باي بتطلع دايمنشنلس خلينا نعمل بتعرفوا تعملوا دايمنشنال اناليسيس كل بيعرف شو يعني دايمنشنال اناليسيس اي في فاي فهاي كانها كي اي في فاي فهذا صار التوتال فلكس من ويبر هذا الكرنت اللي ماشي فيها من امبيرز وهذا كونستنت واظن انه بيطلع دايمنشنلس انا عملته امبارح خلينا نتاكد هلا منه وهذا التورك اللي بنشا من لوب وحده وهذا لازم يكون نيوتن متر هلا تذكر انه فاي مثلا من قانون فارادي دي فاي على دي تي شو بيساوي؟ حط اللينزز لو فاي عندي وحدتها فولتس وهاي وحدتها ويبرز بير سكند مضبوط اذا بامكاني محل ويبر ايش احط فولت سكند لو حطينا محل ويبر هون فولت سكند بصير عندي امبير فولت سكند مضبوط باور في سكند وهذه عندي هون نيوتن متر فصارت اي في كانها هي واتس انا بديش اياها تطلع جولز لانه هذه مش جولز بس هي بتطلع دايمنشن نفسها لانه هاي تطلع واتس سكند اللي هي نفسها نيوتن متر هي جولز فعليا هاي تطلع بس دايمنشن النيوتن متر هو نفس واتس سكند وهاي جولز بير سكند اوكي هلا انا عارف انه نيوتن متر هي مش هي جول بس واحده منهم سكيلر واحده فيكتور بس دايمنشن اللي هاي المعادله صحيحه اوكي ماشي الكل فاهم اللي بهمنا هو هاي المعادله هاي هي النتيجه المهمه اللي وصلنا لها هون بالاخر النتيجة المهمة اللي وصلناها انه عندي K فبشكل عام راح يكون هذا الكونستراكشن عدد الكوندكترز وطولهم والراديوس هذا الكرنت وهذا الفلكس في المشين راح نعمل نفس الاناليسز هلا نفس الاناليسز لا